تبقى فرحان ان مرتضى منصور المحافظ يكون في استقبالنا ومهمنا طبعا تاني المحافظ ومش استقبالنا بالحديد اللي احنا شايفينه دون خلاص هنمشي يا باشا بص محدش يزقنا صادق هو محدش يزقنا بعد الزوق محدش يزقنا بعد الزوق مش وقت مش عايزين نتخانق احنا جايين نتفرج على الماتش ونتغدى هنا بس هنضطر بقى نتغدى في طنطا لو انت هتغدى في كفر الزيت يا معلم الشهر ريش وكباب انت من كفر الزيت؟ اه من كفر الزيت وفي الفيديو قال لك في المنصوره محل ريش خلاص بقى كمل يا استاذ المستشار انا محمود يا مملوك اللي بيحصل ده أيوة. غلط احنا كهرباء 20 احنا تليجراف يعني غلط بص اليوم كذا عنوان ويا سامي عبد الراضي بيحصل ده غلط هو انا دلوقتي لو مخي صغير معايا دول كله مش معايا طبعا انا جيت لقيتهم ناس مش هاخد ما الجمهور يا رئيس لك انا بص لا عايز احتك بحد والمفروض انت جاي في بلد محترمه ومباراه محترمه كل الولاد اللي واقفين دول اصلا ما يجوش 20 واحد لا ياثروا واخد بالك لا ماتش الزمالك اللي فات ده كان فيه 50,000 ما حصلش مشكله عشان فيه وزير دفاع ومدير امن دكر اعتقد اشرف اللي هو اشرف انما اللي خايف ان مرتضى منصور يخش او خمس انفار لا 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 خالص واحنا بنشكر طبعا السيد المحافظ اللي كان في استقبالنا ونشكر الامن اللي كان في استقبالنا ونشكر الاولاد الطيبين دول اللي علقوا كلهم دول على مين اخر جلسات الطعن يا معالي المستشار مش وقته تمام ما بحبش الرخامه احنا في ولا في بعد ما نطلع من الحته دي بقى نتكلم في اي حاجه بس يطلع من هنا احنا مستنيين السيد الحكمدار بيقول لي انا من متغامر اشك انك من متغامر اشك ان سيادتك من متغامر انت من متغامر يبقى تابع عبد الرحمن بركه على طول انا بقول لك اهو بقى ليه؟ لانه حضرتك ضابط كبير وضابط قديم تمام حضرتك جاي انت ومين يا استاذ مرتضى انا جاي لوحدي ولقيت ناس صحفيين كبار موجودين معايا واحد اخبار واحد الوفد تمام مصر اليوم مع سيادتك كهرباء 20 كهرباء 20 معاك مع الوزير وربنا ومعاهم اتفضل يا استاذ مرتضى انت ضيف اتفضل انا مش جمهور انت نعم مش مشكله بقى ربنا يكرم الاولاد احنا خمس دقايق لو سيادة الحكمدار ما بطلش اللي حصل ده وتنبه ان ده غلط وكل واحد في بلد دي في عصر العام فتح السيسي بيتحاسب وهيتسال سؤال حضرتك رفضت تدخله ليه؟ ده راجل ضيف عند رئيس نادي الماليه محمد براجي محترم ورئيس نادي المنصوره ده ضيف عنده وده نعم العميد خلاص حضرتك بقى شايف ان غلط وهو مرتضى ده اعلن من يومين انه جاي الماتش تليفون يا سياده المستشار من فضلك بنعتذر ما تحرجش نفسك تحرجنا يعني بنعتذر عشان الماتش ظروف ايه السبب ان انا ايه السبب اللي هم علقوا؟ شك بيا بقى ما هو طلع من متغامر هو الراجل بقى من متغامر وقال لي خصومه في متغامر هو كان نازل ضد الانتخابات وعمل الكلام ده كله بس مش هي دي القضيه القضيه ان في وزير داخليه هل ممكن مجلس اداره الزمالك يدخل في المباراه؟ يا باشا الزمالك هو في مجلس اداره الزمالك يتهرج انت فاكر لبيب ده مجلس اداره؟ ده متعين ممدوح بس اختار شويه منهم كده وجابهم مش قرف احنا الزمالك في ازمه النهارده بعد وقت طويل يا باشا انا قلت مش هجاوب الا لما يطلع خلينا في المباراه خلينا في المباراه واصرار حضرتك اللي انت جاي هل تواصلت مع احد المسؤولين عشان تحل المشكله ديت اي حاجه؟ ما هو انا كلمت الحكم دار هو بقول له كلم السيد مساعد قال لي ده المساعد اللي قايل لي المساعد ايه؟ مساعد لا انا مدير الامن يعني انا بحترم الناس كلها قال لي ولا ايه؟ هو اللي مانع من الدخول خلاص طب حضرتك جاي النهارده مؤازره ليه الفريق المنصوره تقول لهم ايه بعد منع دخولك؟ هم هيشوفوني ولا ايه؟ هيشوفوك بعد الماتش طبعا طبعا هيشوفوك طبعا الناس كلها جوه في انتظارك يا معلم المستشار المنصوره منور كفر الزيات اولا بقول اولا بقول للذي اشاع ماشي ان نادي ماليه كفر الزيات هيبيع الماتش لعيل كذاب لان نادي ماليه كفر الزيات ده نادي محترم زي كل الانديه بتاع الغربيه تمام فعيب انك تقول الكلام ده عيب انك تقول الكلام ده وانهم هيقعدوا العيال ويلعبوا العيال الصغيره عيب انا بتمنى فريق المنصوره ان انا مشرفني ان انا بنتمي للمحافظه المحترمه طبعا الكهربائيه ان ربنا يوفقهم يكسبوا النهارده ويرجعوا منصورين باذن الله ان شاء الله باذن الله سواء بقى بوجود مرتضى او غير مرتضى واحنا مش عايزين نعمل اي مشكله يحصل فيها توتر
يأثر على ولادهم. احنا يا سيادة الحكم دار بنشكر يا سيادة الحكم دار بنشكر يا حكم دار باشا بنشكر حضرتك جدا على حسن الاستقبال وحسن الاستقبال والضيافة 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 بنشكرك ونتقابل في متغامر ان شاء الله هنتقابل طبعا اهم حاجة هل بترحب بمعاليك هنا في ارض كفر الزيادة ناس كتير كانت مستنية حضرتك النهاردة جوه المباراة جيت كتير ده انا جيت في محكمة كتير انا بترافع فيها حضرتك صاحب القضايا المصرية والتاريخية ليش بقى من هنا بقى عشان ايه عرفنا ان حضرتك كنت في السيد البدوي قبل المجيء للمباراة يعني مش ناوي مش هتحضر خلاص انا يعني انا جاي عشان بقول لك بقى لي سنين ما حضرش ماتش الزمالك اللي انا رئيسه انا جاي عشان يعني ينفع اول ظهور كده في مباراه بعد غياب فتره كبيره تتمنع من الدخول ما حدش يقدر يمنعني لو عايز ادخل هدخل الناس كلها مستنيه تاني ما حد اهو ما حدش يقدر يمنعني اهو حكم دار موجود انما انا راجل بحترم الناس مش عايز يحصل مش عايز يحصل اي احتكاك مع الشرطه لان انا لو حصل صدام هتلاقي ناس بقى العساكر ما لهمش ذنب ويحصل مشكله خلاص فلو عايز ادخل تاني اهو لو عايز ادخل هدخل تمام لكن انا جاي عشان اشجع ولا جاي عشان نعمل توتر ولا لا جاي تشجع بلدك وتأذرهم في الماتش الخاص بالشاي شايف دي الجماهير بقى اللي كانت مستنيه حضرتك يا معالي المستشار يا معالي المستشار تقول ايه للجماهير اللي جايه من الصبح مستنيه حضرتك عشان عشان تحضر الموضوع ده خش يا شباب خش يا شباب باذن الله منصوره ممتاز على على وش معالي المستشار اتفضل يا مستشار اتفضل يلا عشان الناس المايك ده طيب عشان احنا جاهز وعندكم تعليمات ما سمعتوش في تعليمات كلكم الغربيه يا نهار ابيض لا ما حدش جايبك مش كلمه لا ممكن بقى نبعد بقى ماشي اتفضل انا افضل لك انا بقول اهو لو عايز ادخل ايه هدخل طب انا عايز كلمه لجماهير المنصوره اللي مستنياك على الشياء جوه دول الناس الناس حباك هو حد دخل اصلا لا طب بالنسبه لجماهير كفر الزيات اللي جايه دلوقتي عشان تقابل معاليك تقول لهم ايه بقول لهم انت بلد جميله وشعب طيب شعب الغربيه شعب الغربيه شعب الغربيه كله طيب بتحب انت الغربيه من زمان عشان شو بيها اشمعنى انت في خلاف ما بينك وما بين شوبير لا مش انت مش هينتهي الخلاف ده شايفين حرص الجماهير على التكات الصور التذكاريه مع حضرتك عاجبهم قوي اول مره تزور كفر الزيات بتاعنا انا هنزل المدينه دلوقتي ونصور مع كل الناس وصور هتنزل المدينه تاخد جوله فيها انا كلت طنطا يلا لكن بعض خلاص كده لا 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 شايف انت من المنصوره ولا منين من المنصوره من المنصوره وجاي عشان خاطر معايا مشوار بيد في نادي المنصوره وجاي عشان خاطر معايا مشوار جاي عشان نادي المنصوره بس عايز عليا ان سيادة المشرف انت واقف كده شايف اللفته بتقول لو عايز ادخل ادخل غصب عن الادب طبعا انما احنا ناس محترمه هنعرف ناخد حقنا مش عايزين جوه العبوا ما يحسوش ان في صوت ماشي في ضغط يلا اتفضل يا عم الشرف يعني التاريخي النادي الزمالك برضه مرحب بك كلمه التاريخي النادي الزمالك الزمالك فعلا ضيع 16 دلوقتي انت راجل في قضية كهربا مثلا مين اللي عمل القضية مين انا خلاص وتابعناه لغاية حكم نهائي لكن لما تيجي قضية وانت بتتابعها هيمشوك عشان عباس تاني عباس تاني اهو ما تسألنيش على قضية خالد وطيب وانا برا هو الحكم طلع امتى اولا كده النهارده والحكم طالب قال له قد ايه اسبوعين انا كنت في النادي وانا ببر ثانيه واحده انت انا ببر النادي ومتابع قضايا مكتبي وخالد بطيب وحمد النقاز وعلي حلولة تمام كلامي واضح طيب هو ليه الاعلام ما بيجيبش سيره ان ده باتشيكو مين مشى باتشيكو مين حسين لبيب
في اللجنه انت ناسي ولا ايه؟ انما بقى اللي جنب ثلاثه هم خالد بوطيب. خالد بوطيب بص يا بيه، خالد بوطيب اولا ده ولد مؤدب ولاعب منتخب مغرب مش كده؟ جميل. خلاص جه من المنتخب عنده اصابه في ركبته، الوضع الطبيعي يعمل عمليه فين؟ بعتناه فرنسا هو والدكتور بتاع النادي الدكتور محمد اسامه. جميل. خلاص راح لفرنسا قال مش هعمل عمليه، الدكتور كاتب تاريخ مش هيقوم تاني. خلاص رجع بعتنا له انذار على يد محضر، يا ابني تعال احضر التمرين، ما جاش. خلاص مشينا احنا، مين اللي تابع؟ مين؟ انت نسيت اسمه ايه؟ حسين لبيه. قول له كل فشار انت واللي جنب تحتك، كل فشار انت والجانك. ليه بقى؟ ليه؟ ما تابعش، هو تابع يا باشا، ده احنا تابعنا وخلصنا قضيه الكهرباء واتحكم عليه 2.5 2600 الف دولار، 2.600 الف يعملوا كام ايامها؟ حوالي 200 مليون خد 70 بالتقسيط 30 والباقي بالتقسيط على سنه يا باشا خلاص. طب هو كهرباء بعت للمحكمه قال لا عايز ايه ادفع بالمصري، المحكمه قالت له ايه؟ لا. طب بعت المحكمه قسط لا، مين اللي قسط له؟ قال طز في حكم المحكمه. اللجنه اللي موجوده دلوقتي اللي بقول تاني، انت فرحان انك كسبت ماتش؟ التاريخ لا يذكر مباريات، التاريخ بيذكر ايه؟ بطولات. بطولات. انت خسرت 16 بطوله شهرين. برضو كل فشار. نادي الزمالك، نادي الزمالك النهارده، نادي الزمالك بعد وقت طويل فيه واللي تسبب فيها اللاعب المغربي ده حلها ايه ولا يا باشا حلها ايه؟ هو مش جاب، انا مش عايز اتكلم على اللعيبه، هو اشترى 11 لاعب، انا بعتبر كلهم ولادي اخواتي الصغيرين. طب ايه رايك في الصفقات بتاعت نادي الزمالك؟ مش هتكلم عنها. في لاعب يكسر الدنيا في نادي ماليه كفر زيات ولا بروح اهلي وزمالك ما يعملش حاجه؟ صح. ليه؟ هو نفس اللاعب ونفس امكانياته، في لعيبه مش ما تقدرش على الضغط الجماهيري عليها في الملعب. تمام؟ فهو جاب اللعيبه. اولا اللي بيكسبوا دول اللعيبه اللي انا جايبها. لكن لما بيخسر يقول لك ايه؟ دكتور مرتضى. لما يكسب ماتش يقول لك ايه؟ ده اللي احنا جايبينه. وبعدين خلي بالك الصراع اللي موجود دلوقتي بين احمد سليمان، خلي بالك اللي شتم الاستاذ اسامه الشيخ المحترم اللي هو ماسك قناه ام، ناخد واحد تاني بقى ملوش علاقه بالزمالك، ودفاع ممدوح عباس ملوش علاقه، وانه يحكي مع احمد سليمان. احمد سليمان كان هينزل ايه موقعه؟ كان اولا نزل مرتين ايه على موقع؟ عملت ايه في المرتين؟ لا مؤاخذه، عملت فيه ايه في المرتين؟ فرق 15000 صوت يعني لا مؤاخذه. تمام؟ طيب جميل. كل واحد بقى يفصل لا مؤاخذه على زي المؤاخذه. المهم نزل المره دي قالوا له هنعرقك وايه؟ ضيعوها؟ لا هتنزل هنعرقك وامشي، هنعرقك ممدوح عباس هنعرقك، ونزل عيد نزل ليه؟ ضربة جزاء للزمالك، ضربة جزاء للزمالك يا معلم. متوقع الماتش كام النهارده يا معلم؟ استنى لسه ضربة جزاء حاليا معلم. واحد متوقع الماتش النهارده كام؟ عشانك تحكي لك 4-0 هو بيطلب المساعدة. حضرتك قلت ان ثانية بس، ثانية القصة اللي فيها أسامة ولا لا؟ هو بقى لما حسين لبيب أبو بتاع أحمر وأخضر تحت دول فشل 16 بطولة، فهم اتاكدوا ان هو خلاص ضيع النادي. ضيع النادي يعني ايه؟ وهو ممدوح عباس ده صاحب العشريه السوداء، فاكرينه ولا مش فاكرينه؟ فاكره انت ولا كنتش اتولدت؟ يا ابني انت لا يا فندم، 36 سنه ما تقلقش. العشريه السوداء انا اللي مش فاكره، ما مش لسه كنت ثانيه واحده، ثانيه واحده يا بيه اتفضل. 2004 2005 تسع سنين كل سنه فيها 8 بطولات، اضرب 9 8 بكام؟ 72 بطوله. خد كام واحده منهم؟ واحدة كاس يبقى مش ضد جيم، واحدة من 72 خارة خلاص يا رب. استنى اكمل يا راجل. اتفضل اتفضل سامي بشار. يعني كان في عشرية سوداء طب وفي عشرية سوداء بدأت ملامحها دلوقتي؟ ما انت لما تخسر 16 بطولة في شهرين يبقى في عشرية سوداء ولا لا تانية؟ طيب لما مرتضى منصور رئيس التاريخ للزمالك، ليه رئيس تاريخ 60 بطولة؟ منهم 14 كرة قدم، عملت نادي عالمي، عملت نادي نهري، عملت قناة الزمالك، أرض 6 أكتوبر بالاستاد أنا الوحيد على حسابي، نوابة الزمالك كله ثانية. تمام؟ لما يعمل كل دوت وتقارنه بممدوح عباس اللي في 9 سنين الا بطوله واحده،
الكفه ترجح لمين؟ لحضرتك. تمام؟ لما حسين لبيب يطلع يقول لسيده، سيده تاني سيده ممدوح عباس مع الولد اللي اسمه احمد حسن بيقول ايه؟ ركز احمد حسن معايا، ركز يا ابني، انا لسه داخل على الاسماعيليه قريب. لما يطلع يقول ايه؟ مين اللي قال عشريه سودا؟ ده انتوا بتشوهوا الراجل. انت بتدافع عن واحد فعلا دمر النادي. يعني كده فندم نجح مخطط هدم نادي الزمالك؟ ثانيه اكمل كلامي. وفي نفس الوقت تدوس على اسم مرتضى منصور رئيس التأسان يا حجر بالجزمة على الطلاقة ما هتعدي يا حسين انت ومعاك واللي وراك واللي عينكم. اسم تركي قال الشيخ يعني كده المخطط نجح في هاد نادي الزمالك. انت شايف ايه دلوقتي؟ ليه بقى مين اللي دخل دلوقتي النادي تاني رجع تاني؟ مين؟ لا تاني يا بنسان ممدوح عباس. هو ممدوح عباس بقول لك ايه؟ حد مكافئ اللاعبين كذا. انت مال اهلك؟ انا مش مالك. وخلي بالك مفيش ثاني بس يا بيه، مش الا لاعب واحد هو اللي وراه. يقول لك فك القيد، هو مين اللي كان سبب في القيد؟ انت، لانك انت كنت حاجز على فلوس النادي في البنوك بالدولارات. هتحول انت الفلوس بتاعت شيكابالا ازاي في الهروب الثاني بتاعه؟ ما انت حاجز صح. خلاص طيب انا ماشي وسايب لك حوالي تقريبا كده 120 مليون و 74 دول في الخزنه حضرتك. هسيبهم لك بتصريح كبير ان اخلي احفادي هم هيمنعوا. ثانية سيب لك بتاع نص مليون. تمام خلاص انا سيبهم لك. هو فاكر حجز بايه؟ راح نازل عن الحجز فلاقى فلوس هناك، راح فاكر بيها ايه؟ الحجز. لا القيد. مين اللي كان عامل بقى حاجز عشان ما نعملش القيد؟ هو. تمام. طب هو ده بقى من بقى يعني كده الجميل يعني؟ لا راح مكتبهم شيكات 120 مليون. اي واحد هيجي نادي الزمالك مش على هواه هيحجز ايه؟ هيحجز تاني بالشيكات. يبقى الزمالك داخل في الدومه دي مش طول ما السرطان ده موجود مفيش فايده. خلاص نرجع بقى، حضرتك بتدوس على اسم رئيس النادي اللي هو خمس دورات ورا بعض بالجزمه، ها؟ وصالح سليم تمثاله هو ميت جوه النادي؟ صالح سليم ليه تمثال جوه النادي؟ ليه في ناس مختلفة مع صالح ولا مفيش؟ فيه؟ بس هو قدوة. حد جه ناحية التمثال؟ لا. أنت بتتكلم على الصورة اللي هم شالوها بتاعتك. يا باشا مش الصورة يا بيه، حاطط البتاع اسمي أنا عامل مكتب على حسابي. يا باشا أنا متبرع تاني بقول لك يا حسين يا بيه، لو أنت راجل أنت ومجلسك، مش مجلسك، لا مش مجلسك، أنت ولجنة العار اللي معاك، لو أنت راجل أنا بقول بدعي قدام مصر كلها المرة المية أنا متبرع ب 200 مليون جنيه، تمام؟ 200 مليون جنيه والإيصالات موجودة، لو أنا كدبت أقول كداب، الإيصالات عندك أنت، خلاص أهو بقى العمل ده كله بتدوس على اسمه؟ ما أنا مش عديها، بس البلد في ظروف دلوقتي بقى السودان وفي غزة يعني عنده الصورة لو بعد 8 هترجع انت ساتر حاجه النادي المنصور. هل هناك نيه منع اسم بعد 28 يوم لو اتحكم بحكم اعاده الانتخابات هتنتوي الترشح لانتخابات نادي الزمالك؟ ليه؟ هترجع انت هترشح مين؟ انا بقالي كفر ثواني انا هترشح مين؟ هترشح مين دلوقتي؟ خلاص اهو هترشح مين؟ هترجع انت تحكم الاستشاره؟ مش عايز واتحديت على الهوا ثانيه واحده يا بيه، واتحديت على الهوا اهو بقول لك انا متبرع ب 2 مليون جنيه، لو انت راجل اطلع كذب لي في اكتر من كده. لا طبعا 200 مليون جنيه نادي الزمالك. 200 مليون جنيه تبرع يعني 200 مليون جنيه في حاله ايه يا ست مصطفى؟ متبرع بيهم خلاص تبرع. تمام حضرتك قلت دلوقتي انا احفادي هم اللي هيمنعوهم، هل حكم المحكمه اللي صدرت ضد يعني للاسد اهو لو صدر حضرتك هترجع نادي الزمالك تاني ولا لا؟ لا انا عايز الحكم ينزل لصالح حضرتك، عايز يطلع لصالح المحكمه لصالح النادي، لان انا قلت في هيئه المرافعه ايه؟ اخر فرصه النادي ده يقوم ما ينزلش درجه ثانيه انت تقول لي حكمه ده منطقه كل يوم النادي اتملى بنجو مخدرات ستات وبنات بيتحرش بيهم بيتحرش بيهم شالوا الرخام اللي انا عامله وحطوا في انترلوك صفر ردموا حمامات السباحه. تمام انهيار الالعاب الجماعيه يا سيادة المستشار اللي كانت في عهد يا باشا. ثانيه واحده، هو كره القدم فين دلوقتي؟ طب كام؟ 12 باين 12 هم اللي 12. تمام ما دي كره القدم. خسرت كام بطوله كره قدم السنة اللي شهرين دول؟ اثنين كاس السوبر. كاس السوبر رد عليا انا رسالة لكفر الزيادة. تقول لهم ايه؟ تقول ايه لابنك كفر الزيادة؟ بشكركم جدا الشعب خلال القرار 24 خلال مصر
يوم دول يا معلم الشلال محمود الممدوح انت قلت بس بعد حضرتك ان احفادك هم اللي هيمنعوهم ممكن توضح هم اللي هيمنعوهم يا باشا ارجع تاني اقول لك احمد سليمان مشكلته ايه بقى تمع في الكرسي تمع ايه في الكرسي مين اللي بيهيئ المناخ ينزل ممدوح عباس لابنه ايمن ما مظبوط اللي كان بيقص مع مين نعم بيفرش ارضيه برافو عليك عايز يبعد مين عايز يبعد احمد سليمان كله خرف خرف احمد سليمان ما ينفعش رئيس نادي قال لك اما ادخل نادي اي حاجه المهم لا لا مش هدخل لا لا ده داخل تحت السن كوبري من جنب القرار بتاع الاهلي هاني كوبري زيان كابتن المستشار بلدكم جميله عشان انت فيها والله انت يا جميل يا جماعه الضباط اللي خدوا هذا الموقف اللي بيسيء ليهم مش بيسيء للشرطه بيسيء ليهم هم كمل يا فندم كمل يا معلم الشهر بيسيء لهم كمل يا معلم الشهر قال لي كفر الزيات انا من ساعه ما دخلت البلد عندكم وانا عمال اتصور مع الناس زي ما حصل رحت السيد جدع الناس بقى النهارده مع الشهر يعني شايف حب الناس النهارده دي كفر الزيات عامل والله العظيم احنا جدع من ساعه ما بنحبك كلمه من كبت القطر رحت السيد البدوي كلمنا بقى عن زيارتك للسيد البدوي صور ليه وجه كلمه اللي هاني كابو بتقول لهم ايه اولا بص اللي ما عارف مش عارف قيمه كفر الزيات دي واحده من كبار القلاع الصناعيه في مصر الله يا باشا دي كفر الزيات الزيوت والصابون وحاجه يا معلم الشهر يا معلم الشهر كلمنا عن زيارتك للسيد البدوي واللي انت اصريت ان انت تنزل في طنطا تعدي على السيد البدوي الاول قبل المباراه لا انا مش حاجه انا معلم الشهر يا جماعه يا جماعه شايف انا نازل يا جماعه المستشار تابع عشان انزل طنطا حلو عربيتي اسبانيا شوف خش اه جاي معاد صور ليه السيد البدوي يا جدعان باشا عشان بقى التعليق يلا يا معلم الشهر في واحد من الناس دلوقتي بيقول لحضرتك احمد سليمان بيشوف شايف اللي حصل انا راجل زملكاوي طيب قول له احمد سليمان لو راجل يقطع اقول ما تبرعش مرتضى و200 مليون والله يا اشرف رئيس نادي منتدى منصور يلا صور المستشار يا عزيزه حاضر صور يلا يا جماعه صور العين صور المستشار والنبي ماشي لا انا بموت فيه كابتن المستشار تعالى باشا الله يوفقك بنحبك اوعى عينك يا راجل يا كابتن استنى ايوه يا سامي الله عليك يا دكتور المستشار 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 نادي بنحبك يا ريس بنحبك يا ريس بنحبك يا ريس مش هاخد صوره معاك بقى ناوي تروح فين دلوقتي يا معلم المستشار؟ معلم المستشار قلت لنا ان انت هتلف في كافي زيان طنطا ولا كافي زيان؟ ايوه معلم المستشار طنطا طنطا فين بالظبط الاماكن اللي هتتردد عليها وتزورها اتغدى بقى اتغدى بقى يا اخي سيبك صوروا ونمشي معنا عادي بصور معاهم بعد كده يلا يا جماعه كفايه كده يا جماعه احنا بنصور بس رئيس نادي المنصورة وده موقف فردي من الشرطة لا يعبر عن الشرطة يعبر عن الناس للأسف وهو واحد بس اللي هو المدير الامن في الدار ومدير المباحث باقي مع ناس اهو ضباط ومصورين معاهم ناس بتحبك قريب بقول لك يا احمد دلوقتي يعني مشاهدينا مشاهدي مصر اليوم بعد منع المستشار مرتضى منصور من دخول مباراه ماليه الزمالك وماليه كفر الزيات والمنصوره ويتوجه لزياره لمدينه طنطا يعني زي ما احنا شايفين هتافات كثيره وكثير من الاهالي كانوا في انتظار للحضور للمباراة نشكركم مشاهدينا ومشاهدي مصر اليوم وإلى اللقاء في بلد جديد دمتم في حياة الله والسلام عليكم ورحمة الله